ذكرى تنحي رئيس المخلوع محمد حسني مبارك. هل حضرتك نازل ليك مطالب؟ ممكن نعرف مطالب حضرتك، ولا نازل زي ما بيصوغ في بعض وسائل الاعلام تحتفل بسقوط النظام؟ مفيش احتفال، لان النظام زي ما هو اصلا. احنا نازلين نقول بعد سنتين من رحيل مبارك زي ما هي. الناس تعبانه، بس مع الاسف ان في ناس كتير في الشارع مش فاهمه لاسقاط النظام. احنا عايزين نسقط نظام مرسي لانه لا ليس له شرعيه. واحنا بنقول للرئيس انت اسقطت شرعيتك، لان انت يوم ما جيت انت حلفت وقلت اقسم بالله العظيم ان احافظ على الدستور والقانون. انت خالفت بكل دول فاصبحت شرعيتك سقطت. هي الثوره لسه ما قامتش، الثوره ما زالت قائمه، لان هي اتخطفت الثوره. الثوره ديت قام بها الشباب والشعب، يعني قام بها الشباب السائر صحيح، بس قمنا معاهم لانهم طلبوا باللي احنا عايزينه. احنا هننزل النهارده وبكره وكل يوم، وهذا النظام لازم يمشي لانه ما عادش ينفع. المصريين شد ضربوا على قفاهم تاني، كفايه جدا جدا كده. احنا مش هنحتفل لان احنا لسه في دم بيسيل في الارض دي، ولسه ما حققناش حلمنا، لسه ما عملناش حاجه. احنا ودينا رئيس من غير دقن، جبنا رئيس بدقن بيسرق بما لا يخالف شرع الله. اسقاط النظام الذي لم يسقط، النظام لم يسقط حتى الان. هو مرسي وجه آخر لحسني، والدليل تكريم القتلة وتبرئة القتلة وقتل الثوار وحبس الثوار إلى الآن وتعذيب الثوار. وأظن العالم كله سمع شهادة الشاب اللي ضميره صحي، اللي شاهد تعذيب محمد الجندي في الجبل الأحمر. هو كان مجموعة من الإخوان بيلموا بعض ويروحوا هناك عشان يشاركوا في حفلات التعذيب ومساعدة الأمن المركزي. وأنا أعتقد والشارع يعتقد انه استكمال اهداف الثوره لن يتحقق في وجود سارق الثوره. الاخوان سارقين الثوره، فالناس حقها انها تنزل تعبر عن رايها لانها جربت وشافت. احنا مش نازلين نحتفل النهارده، احنا نازلين عشان نستكمل مطالب الثوره اللي هي عيش وحريه وعداله اجتماعيه، اللي ولا حريه ولا عيش ولا عداله اجتماعيه يتنفذوا لغايه دلوقتي في عهد محمد مرسي. هو عهد محمد حسني ما اتغيرش فيه حاجه، حاسه ان النظام لسه ما سقطش، اللي فيه شهداء ماتوا عشان يبقى فيه حريه. الاخواني هذا النظام الفاشي لابد ان يرحل، لان مرسي وجماعته فشلوا في تطبيق اي من اهداف الثوره، لانهم يريدون ان يطبقوا افكارهم الرجعيه على مصر، لا يريدون ان ينحازوا الطبقة العاملة، لا يريد أن يجعلوا مصر دولة قوية مستقلة. ارحل